برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب، اختتم وفد مجلس النواب مشاركته في المنتدى الدولي الثاني لتطوير النظام البرلماني الذي ينظمه للمرة الثانية مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي بموسكو. وكان الوفد قد شارك في الجلسات العامة للمنتدى والتي تعرض موضوعات دور البرلمانات في تعزيز الأمن، بالإضافة إلى مناقشة نقاط الدعم التشريعي للتنمية الاقتصادية الرقمية، أفضل الممارسات لتبادل التشريعات الوطنية، ووجهات نظر حول مناقشة عملية مؤسسات البرلمان الدولي. كما وقام الوفد باستعراض تجربة مملكة البحرين وأهم الإنجازات المتحققة على كافة الأصعدة خلال مشاركته في جلسات الطاولة المستديرة التي شملت عددا من المحاور، أهمها دور التنظيم القانوني في الحد من الفقر وعدم المساواة، ودور الشباب في تطوير النظام البرلماني.